ترى مياذن وغين بالليل حتى شهيد نمدي بدليل كذا كنا لسي شيء ألم ترى مياذن وغين ومياذن معناه وحوية علمي أو أنتوا أذان تبع في شيء محسوس كإمر إجاك لحد جاري ويا معناه ترى ذا بمعنى تعلم ويا مياذن وغين بمعنى هذا وطبعا علمك وكل كدسي وين هذا يا معناه حد وحجاري حد المحسوس وجاره هي أركتيدي وكل وجاره هي وعلم حد جاري مياذن وغين بالليل أن الله إله يعلم إنه أبيهاي ما كفي السماوات كسرنيه وما كفي الأرض كسرن بإنه إله يبيهاي مياذن وغيه وروح ولوبا شخص كست أو مخاطبه مياذن علم لهين علم أركتيه كل جاري إلهي إنه أبيهاي السماوات كي أرض الله واحد كسرن سيدا مياذن وغيه ما يكون ما هانيه من نجوى ثلاثة صدح فق ما هانيه إلا هذا هو إلهي رابع كأفريه وياه أمك أفرين إياه بعلمه يلهي وقدرتي يوحياتي لا بالمكان منزه عن المكان ويان الهي والله ينسب اليه مكان مكان لا ينسب الى المهي كان قبل المكان وكان كذلك مكان انت هنا هانب الهي الهنا او سم وحبوا بهن سنين بهدنيه وح سو دري ما جرى حدما ما هان ايام بو ما يكون ما هان من نجوى ثلاثه صدح فقيس اي ما جرى الا هذا هو الهي الرابع هو ولا خمسة بوير شن مال كفقين ما جرو شرق ليا إلا هذا هو إله سادس بوير كل حين يويانه بعلمه وقدرته وإحاطته بكل حين يا رب سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك بوير أنت وحكير مجران وصدح وحكير ما حكير صدح لما هي مد باكسية مجران بوير ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وح كبدن مجرو اللحبة على شغل معها كبدن تضبيه إن كنت كسيك الرئيسي يا يدنا كبدن باليني إلا يا هذا باليني أدناسي أكثر كاسي وإلهي معهم عذوية بعلمه باليني وقدرته أينما كانوا ميل الله ما شيء هذا با معذوية ثم ينبيهم وغورمي بما عملوا عمل كيف لين يوم القيامة ما لنت قيام إلهي غورمي ما هي لك إن الله إلهي با بكل شيء شيء لاركب عليم شيء لاركب متك عليم كوي وأمثلة المبالغة فعيل وي إلا وأمثلة وحي كم تهي أمثلة المبالغة ذي يقول لها كم تهي